ومن الفوائد أن إسماعيل ليس أبا ليعقوب، وإنما هو عمه، فإبراهيم جده، إبراهيم جده، إسحاق أبوه، إسماعيل عمه. قيل من باب التغليب، أدخل العم من باب التغليب لما ذكر أبوان الجد والأب الأقرب، دخل العم تغليبا، والتغليب في اللغة العربية موجود، لكن الذي يظهر أن إسماعيل ولو كان عما يطلق عليه لفظ الأب، فالعم والد، العم أب، ولو لم يكن مثل الأب في الأحكام وما شابه ذلك، ولكن هو أب. والدليل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم لما أرسل عمر يأخذ الزكاة من العباس بن عبد المطلب ومن ابن جميل وخالد بن الوليد، الشاهد من هذا أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ عم الرجل صنو أبيه، ما معنى الصنو؟ الصنو أنهما خرجا من أصل واحد، ولذلك النخلتان إذا خرجتا من أصل واحد يقال لهما صنوان، ويقال للنخلة صنو. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد.